دكتور رؤوف، مساء الخير، مشرف ومنور. ازي حضرتك؟ مساء النور ومشرف لحضرتك. ربنا طيب يخليك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لماجد هاني بعد 5 دقايق بس من نزوله سقط على الارض؟ ايه اللي حصل وطمنا عليه؟ والله هو يعني تقريبا عدى من الشوط الاولاني ربع ساعه وحصل له اغماء في الملعب. يعني حصل له اغماء مفاجاه في الملعب، فتحركنا بسرعه ان شاء الله والحمد لله لحقناه، وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على الايروي بتاعه ونحافظ على النفس، والحمد لله ما من الاغماء ما يحصلوش اي مشاكل لغايه ما حالته استقرت في الملعب وبدانا ننقله بالاسعاف، وهو حالا الحمد لله الحاله مستقره وفي مستشفى الجونه. بلع لسانه ولا حاجه يا دكتور رؤوف ولا ما حصلش الكلام ده؟ لا لا الحمد لله لحقناه قبل ما يحصل حاجه زي كده. لحقناه الحمد لله. هو راح المستشفى بعد كده، الوضع بالنسبه له في المستشفى دلوقتي ايه؟ الحمد لله الحاله بشكل كبير مستقره، ودلوقتي في حاله الفحص بتاعه والاجراءات اللي هي بتحصل من الفحص بتاعه والكلام ده كله. هو في عنايه مركزه ولا في غرفه عاديه؟ لا في العنايه دلوقتي. في العنايه دلوقتي. هل هو كان يشتكي من اي شيء قبل المباراه ولا كان سليم؟ لا خالص خالص الحمد لله، كانت الدنيا كويسه خالص. ما كانش عنده برد ولا حاجه؟ لا لا لا، ولا كان واخد خالص. عشان بعض الناس قالوا ان هو كان واخد ادويه انت عارف حضرتك في البدايات بقى والحاجات دي هتلاقي دايما كلام كتير وبتاع، وخصوصا ان هو كان قاعد احتياطي، اكيد لو لعيب مريض مش هنقعده يعني حتى في الاحتياطي. ما فيش ريسك بحياه اي حد. لكن هو كان سليم معافى 100% وما بيشتكيش من اي حاجه. الحمد لله ودلوقتي هو حالته كويسه وما فيش لا قدر الله اي مضافات. حالته مستقره الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله ان احنا اطمنا عليه. دكتور رؤوف فودة، طبيب بلدية المحله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.